السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله تصبحهم بالخير جميعا. ما منا من أحد إلا ويعيش بين اثنتين، بين ذنوب مؤرقة وهموم مشغلة، ساعة الرزق، الوظيفة، الزواج، صلاح الأبناء وحفظهم، تأمين المستقبل، قبول الأعمال، كل هذه هموم نفكر فيها، وأيضا ذنوب لا يعلمها إلا الله لا حصر لها، مؤرقة. يروي لنا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحل الفاعل للخلاص من هاتين الاثنتين، فيقول حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله: كم أجعل لك من صلاتي؟ فما زال به حتى قال له: إذا أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله لك يا رسول الله. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا أردت النجاة من همومك وغفران ذنوبك فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.